أهلا وسهلا بكم. في حرف بالألماني صعب لكتير سوريين، الأو الطويلة، لأنه ما في هالحرف بالعربي. هالكلمات التالية مثلا فيهم حرف الأو. أول هولة موغن. إذا أنتم كمان تقدرون تلفظون هالكلمات مثل بالفيديو كتير كويس، إذا لا تقدرون هيك تتعلمون. بالبداية لازم تحكون الأي الطويلة مثل بالعربي الكلمة ليلى، وهلا لازم تخلون السن في هالموقع وتدورون شفاتركن وهيك تتعلمون شلون من الأي تصير الأو. جربوا مثل بالفيديو. وهلا تجربوا تلفظون هالكلمات الألمانية. ليجه لوجه ايده اوده. وهيك تقدرون تلفظون الأو. الحرف الأو مرات انكتب بالأو اي مثل في الكمبيوتر أو الرسائل. ولا تنسون لما تشوفون صعوبة في اللفظ الأو، تذكروا انه لما تلفظون الاي وتدورون شفاتركن الاو تطلع معكن صح. مع السلامة وإلى مرة الجاي.